تحية للكم جميع، شكر كبير، كونكم دائما وأبدا في الاستماع لبرنامجكم أحضي راسك. معنا مجموعة ديال الحالات ديال النصب والاحتيال، ومعنا موضوع رابط. موضوع رابط، أكيد أنكم كلكم يمكن القول بدون استثناء كتعانيوا من تبعات هاد الأيام. كيف حال حومتكم هاد الأيام؟ كيف حال الحي ديالكم؟ مرتاحين شوية؟ كتنعسوا مرتاحين؟ كتفيقوا مرتاحين؟ هانيين؟ شوف، الدراسات كتبت أنه في غياب الراحة، في غياب نوم صحيح، في غياب التركيز، في غياب الشعور بالأمان، الإنسان كيعيش حياة معدبة، كيعاني من ارتفاع الضغط، وكيعاني من مشاكل نفسية كثيرة. يمكن داخل دارك انت مهيئ كل شيء باش تكون بخير وعلى خير، طبعا عندك شوية المشاكل بحال كل الناس، ولكن كتحلها شوية بشوية، كتلقى لها حلول مناسبة. ولكن لما كتجيك المشاكل من برا، لما انت داخل سوق راسك ووحدين اخرين كيقلبوا عليك، كيقلبوا يصدعوك، كيقلبوا يزعجوك، هنا كتبدا تسائل، فين انا؟ اش هاد المجتمع؟ اش هاد الناس؟ اش هاد التربية؟ اش هاد الاخلاق؟ وكندورو ندورو نقولو واش ما بقى قانون في هاد البلاد؟ فينا هي الجهات اللي مفروض انها تحرص على تطبيق القانون؟ فينا هما هاد الناس؟ فالمشاكل المرتبطة بالإزعاج هاد الأيامات في بلادنا كتيرة وكتيرة 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 بزاف. باق بربلاق طق 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 باق، عرفتوه؟ حضي راسك من الإزعاج، من الفوضى، من الإزعاج المرتبط بهاد المناسبة اللي كنقولوا لها عاشوراء. لا يكاد حي يخلو، بغض النظر على الأحياء الراقية، يخلو من الصداع ومن الإزعاج ومن المفرقعات، مما يسمى بالمين اللي غزا الأزقة والشوارع ديالنا للأسف. كتلقاه في الأحياء الشعبية، وكتلقاه حتى في مراكز المدن، في كل المدن دون استثناء كتقفز، لأن وحدين كيعتقدوا باللي هذاك هو الاحتفال، كيعتقدوا باللي هذاك الشيء باش غيبانوا، كيعتقدوا باللي هذاك الشيء راه شي حاجة زوينة، كيشري مينا بدرهم ولا بكتر، وكيجي طرطقها، المهم كيشعل العافية في درهم بين قوسين باش يسمع باق. علاش؟ هذا هو السؤال المطروح. هذا الإزعاج اللي كاين في المجتمع ديالنا نتيجة هاد المفرقعات ولا المتفرقعات ولا المين، كيفاش يمكن لنا نحاربوه؟ كيفاش يمكن لنا نساعدوا الجهات المختصة، نساعدوا الأمن الدراك وغيره، في أنه نحاربوا هاد الظاهرة السيئة، هاد الظاهرة السيئة اللي كينخرطوا فيها الأطفال، المراهقين، وكينخرطوا فيها في بعض الأحيان حتى الكبار، وكيعطيوا القدوة السيئة للصغار. تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء زوال اليوم الجمعة من حجز 75382 وحدة من المفرقعات داخل منزل بحي سيدي معروف بمدينة الدار البيضاء، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة الاتجار غير المشروع في المفرقعات والشهوب النارية. بحال هذا الخبر مستمعي الكرام كطالعنا به الصحف الورقية الإلكترونية وبعض المحطات الإذاعية اللي كتهتم بمثل هذه الأخبار باستمرار، شنو كيعكس هذا؟ كيعكس أن هناك مجهودات ديال مصالح الأمن الوطني وأيضا الدرك الملكي في المناطق النفوذ ديالو المكافحة هذا التجار الغير المشروع في هذه المفرقعات التي أصبحت تخلق الرعب الحقيقي في الأزقة، في الأحياء، في الشوارع ديالنا، في المدن ديالنا، في كل مكان من طنجة حتى القويرة كين هذا التجار في المفرقعات. أشنو واقع؟ واش وصل بنا الجشع لهذه الدرجة، وخصوصا هاد الناس اللي كيتاجروا في هذه المفرقعات ضدا على القوانين الجاري بها العمل وضدا على الراحة ديال المجتمع؟ هاد جوج الأشخاص مثلا اللي تشدوا في هذا الخبر اللي جاء الجمعة يعني البارح، العمر ديالهم ما كيفوتش 22 سنة.
غيرهم كاين اخبار اخرى طلعتنا انه تم القاء القبض على عصابات، نسميوها عصابات بهذا الشكل، اللي كتزعمها سيدات، كتلقى امراه عندها 40 عام 45 عام كتزعم واحد العصابه اللي كتاجر في هذه المفرقعات، عارفين انهم كيتاجروا في شي حاجه اللي ممنوعه، ولكن داك الشيء كيدوز من التحت للتحت. علاش كنقولوا هذا الشيء؟ لان كاين البعض اللي كيقول لك واسيدي المصالح المختصه ما دايراش خدمتها، جداهم يخليو هذا الشيء يدخل كاع من الموانئ. كنقولوا انه للاسف كاين الناس كيعملوا جميع الحيل وجميع الوسائل وكيخبيو هاد السلعه باش يدخلوها وباش يعمروا بها الاسواق المغربيه. المساله كتكون مساله ديال الرباح، كيرغبوا انهم يربحوا لان هاد الشيء كيخلي لهم فلوس كثيره، كيجيبوا داك الشيء رخيص خصوصا من الصين اللي هي اللي مشهوره بصناعه هاد المفرقعات. كاين دول اخرى ولكن الصين كتحتل المرتبه الاولى، وكيبيعوا لنا هاد الشيء، كيشريوا المفرقعات وكيبيعوا لنا الصداع في المجتمع، كيبيعوا لنا الازعاج في المجتمع. الا كان كاين هذا الجانب ديال الناس الطماعه اللي باغيين على الفلوس وما كيهمهمش الراحه ديال الناس الاخرين، ولا كاين المصالح الامنيه اللي كتحاول تعمل مجهودات متواصله وخا ما تقدرش تغطي كل شيء، اشنو باقي عندنا حنا معشر الاسر اللي كنعطيو لاولادنا الفلوس وكنعرفوهم مشاو يشريو المين والشهوب وغيرها، وما كاين حتى مشكل، سير تلعب خرج لعب مع راساتك. بالنسبه لينا الولد فرحان صافي، ما كيهمناش واش غادي يصدع ناس اخرين ولا لا. اذا الا بغينا نحصروا النقاش ديالنا في مسؤوليتنا كاسر على هذا الموضوع، واش حنا مسؤولين ولا لا، والى اي حد حنا مسؤولين. مرحبا، الاسم الكريم. الله يحفظك، معك رشيد من القنيطرة اخويا عمورة. تفضل سيدي رشيد. الله يبارك فيك خويا عمورة، جبتي موضوع زوين بزاف اللي هو موضوع ديال الساعة. بصراحة كما قلتي قبيلة في البداية، قلتي جميع تقريبا جميع المغاربة كيعانيوا من هذا المشكل. بالفعل بالفعل، يعني أينما تجولت في جميع الشوارع ديال المملكة كتلقى هذا المشكل ديال المفرقعات. والغريب في الأمر أستاذي عمورة، يعني هذه السنة هذه جاو يعني شفنا شي مفرقعات لأول مرة كنشوفوها في البلاد ديالنا، وخطيرة جدا، وسموها عدة أسماء. كنا كنقولوا ولا كنعرفوا غير الحراقية، دابا يعني جا دخل ميسي، جابوا باطر هاري وعده انواع، عطيتك غير نموذج هذا، يعني راه بزاف اسماء اللي كاينه. وهنا هنا تطلع علامه استفهام استاذ عموره، كيفاش يعني احنا كنقولوا كنحاربوا يعني المخدرات، كنحاربوا الهجره السريه، هادو عندنا قلة شويه في المجتمع ديالنا، كيفاش هنا كتجي الدور ديال الجمارك؟ علاش خلاو هاد المفرقعات حنا كنعرفوها ما كتنتجش في بلادنا يعني مستورده؟ هنا تطلع علامه استفهام، علاش ما نحبسوش هذا النموذج في الجمارك، يحبسوا هذا الشيء ما يخليوش يدخل؟ لان كنشوفوا في الاسواق الاسبوعيه ديالنا كيتباع بالعلالي، راه شحال هذه قلات هذا ديال البيع ديال المفرقعات. السنه هذه جات بكثره، هذه السنه كنشوفوا اينما تجولت. والغريب في الامر، دابا راه كاين من درهم حتى 40 درهم، يعني ولدك راه ممكن يشري، يعطيتي غير درهم راه ممكن يشري، رانا من درهم حتى 40 درهم، هذا هو الحد الاقصى اللي كاين. حنا راه هذيك كنشوفوا في المجتمع ديالنا في الاسواق بالعلالي كتباع، يعني عندنا راه يعني اينما تجولت دري صغير غادي يمكن له يشريها. هنا تطرح على مسيفهم اين الدور ديال الدوله اللي خاصها تحارب بحال هذا الشيء هذا، ما نخليوش حنا حتى كيوقع فينا، يعني حتى تقول كتجي الضربه في الراس عاد كنبقى نقلبوا على الحل. شنو هو؟ حنا نحلوا سيدي الحل، نلقاو قبل ما تجي الضربه في الراس نلقاو الحل. الحل شنو هو؟ هي خاص الدوله نوبة الاولى تحارب هادشي قبل ما يدخل المجتمع ديالنا، ماشي تا يدخل وعاد بقاو نقولوا حكا راه حبسات اكثر من طون في مدينه فلانيه وطون، وعلاش حنا نحبسوا اطنان كامله ونهميو ريوسنا؟ هذه العباره هذه واضحه. سيدي رشيد، مشكور جدا على المكالمه ديالك. طبعا انت تسائل المصالح ديال المراقبه على مستوى الموانئ البحريه او حتى الجويه اللي كيمكن دخلت منها هاد المفرقعات الاسواق المغربيه. صحيح من حقك تطرح هاد التساؤل كمواطن، ومن حقنا نحيلو على الجهات المختصه، وطبعا كنتوقعوا الجواب انه كاين مجهودات كاين حجوزات، ولكن كيقول لك راه يستحيل مراقبه كل الحاويات، كل كونطونيق كلهم ما يمكنش نراقبوهم 100% ونفليو حاجه بحاجه. وهنا كتطرح واحد الاشكاليه كبيره، واحد المعاناه كبيره ديال نساء ورجال الجمارك، اللي كيقول لك اودي حنا المجتمع كيحملنا المسؤوليه في مثل هذه الاشياء، كتقولوا لنا راقبوا، يعني خصنا نراقبوا بالبره بحال كنقولوا بالدارجه ديالنا المغربيه. الا جيتي تعمل هذا النوع ديال المراقبه، الحاويه كيخصها تنتظر ما بين شهر شهر ونص ثلاث شهور عاد تخرج. صاحب هذيك السلعه كيبدا يعمل ضغط،
كيقول لك انا السلعه ديالي جيبها بواحد الثمن وخصها تتباع في هذه المرحله، ولا ما تباعش في هذه المرحله غادي نخسر فيها. او اكثر من ذلك كيقول لك انا السلعه اللي عندي قابله للتلف، كيخصها تخرج ليا. هذا الشيء كنسمعوا عاود في وسائل الاعلام ان الجمارك تعرقل النمو، وان هذه الجمارك كتعطل بزاف، وان الناس كيبقاو يتسناو بلا قياس. جابوا لي سكانير، جابوا واحد المجموعه ديال لي زابليكاسيون ديال البي سي، جابوا بزاف ديال الاشياء لحل هذا المشكل. ولكن مع ذلك كيقولوا هاد الناس الجمارك راه كتزهق لنا شي حوايج، راه ما يمكنش ندعيو اننا حنا راه غنراقبوا كل شيء 100%. هادشي ما كاينش حتى في الولايات المتحده الامريكيه، كتزهق شي حويجات صحيح، ولكن حنا كيخصنا ربما نبذلوا مجهود اكثر مع ذلك، وكيخصنا على مستوى الاسر بحال قلت في البدايه نساعدوا الجهات المختصه. واش انا اللي ولدي كيجي عندي عارف غنعطيه الفلوس باش غادي يمشي يشري المفرقعات ومع ذلك كنعطيه؟ واش انا عارف ولدي كيخصو يكون في دارهم مثلا في 6 العشيه، في 7 يكون في دارهم، ولدي ما كيدخل حتى ل10 ل11 الليل او 12 الليل بمناسبه انه كيلعب مع قرانه، خليه يمشي يلعب وانا كنتهنى منه. هذه الظاهره اللي عندنا في المجتمع عند بعض الاوساط الاجتماعيه، ما كنقول شيء كل شيء، ولكن عند الغالبيه للاسف في الاوساط الشعبيه ديال ولد وطلق للزنقه تربي. فاشنو بغينا نعطيو لهذا المجتمع ديالنا؟ نمشيو لمكالمه هاتفيه اخرى. الو صباح الخير، مرحبا سيدي. اخي محمد عمورة، شرفني بالاسم اذا سمحتي. عبد اللطيف من مدينه ازمور. تفضل سي عبد اللطيف. اخويا بغيت نتكلم لك انا على الموضوع الساعه. الموضوع ديال العواشر والمفرقعات، لان مدينه ازمور صراحه من غير هذاك كتشهد واحد اني كنعتبر انا فوضى صراحه، ما كاينش تنظيم نهائيا. نعم. يا استاذ كاين قله الامن اللي ما يمكنش توصل تل أن تكون منتصف الليل، ما يمكنش لك تكون تتنقى وتمشي زنقة، يعني قلة الأمن بزاف، ولات واحد الفوضى، يعني دائما كريستاج، لدرجة أن بعض المرات حتى الأرواح تقتل. هادشي في أزمور. في مدينة أزمور أخينا كان فوضى عن احتلال الملك العمومي، مقاهي، محلات تجارية، وأكثر من ذلك ما بزاف من بزاف من كلية من قوة. وهاد الظاهرة ديال المفرقعات في هاد المناسبة كاينة حتى هي؟ لدرجه ان المفرقعات الاستاذ سي محمد عمار غير ارسال عيد كبير بدات يوميا ليل نهار يعني حتى منتصف ديال الليل. ناهيك عن حرق اطارات ديال العجلات، يعني شوارع مدينه ازمور اصبحت شحال يعني كارثيه صراحه. واضح يا سيدي عبد اللطيف، مشكور على المكالمه ديالك. بالفعل مستمعي الكرام راه حل الوقت اننا نقولوها بميل اصواتنا، نغوتوا ونقولوا عباد الله راه بلادنا ولات فيها الفوضى. فين غادين بهاد الفوضى؟ اشنو وقع لينا كشعب مغربي، هاد الشعب الرائع اللي مفروض انه راقي، اللي الحضاره ديالو كتضرب المئات السنين، اشنو وقع لينا حتى ولينا فوضويين بهاد الشكل؟ اشنو وقع لينا حتى ما بقينا شي كنحترموا بعضياتنا؟ اشنو وقع لينا حتى ما بقينا شي كنحترموا الحياه؟ اشنو وقع لينا حتى ولينا عايشين في هاد الفوضى؟ ولينا كنضربوا بعضياتنا، نجريسوا بعضياتنا، نسرقوا بعضياتنا، نصدعوا بعضياتنا، نلوحوا الزبل لبعضياتنا، نوسخوا بعضياتنا، نسبوا بعضياتنا. اشنو وقع علينا؟ الى اين نسير بهذه الفوضى؟ للاسف كنقول انه هذه الفوضى اليوم الا كانت منحاصره في واحد المستوى اجتماعي معين وان مستوى اخر لا يحسها، راه هذه الفوضى بحال الرقعه ديال الزيت راها تنتشر، ستصل إلى أولئك الذين يعتقدون أن الفوضى هناك ولن تصلهم أبدا. راه إلا ما حاربناش الفوضى اليوم اللي هي في واحد المستوى معين، من بعد غدا تقيس الجميع، حتى هادوك اللي في الأحياء الراقية واللاباس عليهم واللي كيحسبوا راسهم حتى حاجة ما توصلهم، راه هاد الفوضى ستصلهم إن لم يتم إيقافها ومحاربتها في الوقت الراهن. إيه راه اليوم يمكن لك تسمع المفرقعات في الأحياء الشعبية وبعض الأحياء المجاورة وما تسمعهاش إيه في الأحياء الراقية جدا. لو كالم، السهات، الهدوء. ولكن راه هذاك الهدوء قد لا يستمر. فتمناو أن الجهات المختصة في هذه البلاد وأصحاب القرار يفيقوا ويعرفوا أن راه كاين واحد الفوضى خطيرة راه بدات كتنتشر بشكل كبير في المجتمع على كل المستويات. يجب أن نحاربها بكل الوسائل، وفي مقدمة الوسائل توعية، تحسيس، تواصل، وعلى كل المنابر الإعلامية العمومية خصوصا والخاصة أن تقوم بدورها، وإلا رزيت غيوصل لكل شيء. ألو صباح النور.
السلام عليكم. مرحبا سيدي، الاسم كريم اللي سمحتي. يا عمورة صباح النور. اهلا بك. الله يحفظك. عبد الرحيم خميتات. تفضل سيدي عبد الرحيم. وي خويا، انا تعرضت لواحد النصب واحتيال تما خميتات نيت من طرف واحد السيد. قالت انا واحد الشيفور في الشاحنه، انا سائق الشاحنه. جاء وقف لي واحد السيد في الطوموبيل ديالو، اللي تقول لك السائق اللي جالس في الشاحنه ديالو، قال لي خصني شي شيفور. قال لي مرحبا كاين الدري، عيط لي انا جيت عنده. قال لي سي سو، قلت لي ايه. قال لي ودي الشيفور، خلى لي الكاميو في المكناس وبغيت تمشي تما تجيب لي الكاميو كذا. لا هي ماشي مشكل، المهم قال لي منا درنا الثمن كل شيء، رقنا المسائل وهي راه نصبه. مشيت انا صافي، هي ديك الدري صاحبي صافي، انا غنمشي مع سي نشوف. مشينا لحقنا تما، قال لي عندك كونت بانكا؟ قلت له كاين. قال لي باش تقدو ديك الفلوس للفيرمون وكذا. يا ودي حنا الله جيت باقي، المهم شوفوا العمل وداك الشيء اللي كتاب. هو كان بغا ياخذ بالنسبه للسيري ديال الكود البانكا، اللي ما قلت له واخا ما حق ما هزوش معايا. نعم. قال لي دابا قلت له الكاميو فين هو؟ قال لي راه كاين في الخرجه من كناس. قلت له ونمشيو الكاميو نجيبوه لهنا وداك الشيء. قال لي المهم نريقلو المسائل ونمشيو. المهم بغات هو بغات كنت يقول لي شويه، قال لي التليفون ما عندي التليفون ديال هادشي. قال لي نشوف التليفون نشوف. قال لي واخا، جبت التليفون عطيته ليه، دار راسه تيهضر فيه، مشى للطوموبيل ديالو دير راسه تيهضر في التليفون وغادي للطوموبيل كيركب وكيزيد. دالك التليفون؟ دا التليفون وزاد. بقيت انا تما في مكناس، عيط المهم جبت النمره، عيط للدري قلت له واش هذا السيد؟ قال لي ودي راه ما كنعرفو من الاول، راه وقف عليا في كاميو واش كاين واش كاين. قلت له ودي اش داير واش دار؟ قال لي راه ما كنعرفوش. صافي مشى دا التليفون ومشى، كان بغى يدي كونت البنك ديالي. انا مع بحال لي عقد وما عقد. للاسف للاسف. وضحات الصوره، وشكرا جدا انك عطيتي هذه الصوره سيدي عبد الرحيم للمستمعات والمستمعين باش يردوا بالهم وحدوا راسهم. طبعا كاين واحد الميساج كيدور هاد الايامات في وسائل التواصل الاجتماعي، مفادو انه كيخصكم تحضيو راسكم الا تلاقيتوا مع بائعي العطر، مع هذوك اللي كيبيعوا الريحه في الزنقه، كتكون ماشي في الشارع وشي واحد هاز شي قرعه ديال الريحه وهاز هذاك التيستور، هذيك الطريف ديال الورقه باش كتشم هذيك الريحه واش مزيانه ولا لا، وكيقول لك ريحه دوريجين تمام مزيان بروموسيون هاد الايام زيدو مرحبا هاك شم اخاي شوف شمي اختي. هذيك الشمه اللي كتشم كيمكن تشم واحد المخدر اللي بمجرد ما كتشمه كتزيد واحد شويه، كيمكن تفقد التوازن ديالك وتفقد الوعي ديالك. في الوقت ديال فقدان التوازن والوعي كيكون واحد من افراد العصابه تابعك، اللي الا كنتي انسه او سيده كيدي لك الصاك، والا كنتي راجل كيمكن يدير يدو في جيبك ويدي لك الفليسات اللي عندك ويدي لك البورطابل ديالك. مفاد هذا الامر انه ماشي اي واحد يعطيك تشم شي حاجه تشمها. حضيو راسكم من هذا النوع ديال الناس اللي كيعطيوكم تشموا الريحه على اساس انهم باغيين يبيعوها لكم. ما تبقاوش اللي عطاكم شي حاجه تعملوها في نيفكم. كنتمنى عليكم اننا نركزوا على هذه القضيه ديال المفرقعات ديال المين، ديال هذا الصداع وهذا التفرقيع اللي كنسمعوه باستمرار في الشوارع ديالنا، اللي كيبدا من الصباح وكيمكن ما يسالي حتى الجوج او ثلاثه عاود ديال الصباح، ولكن ديال اليوم الموالي. فكتسالوا واش ما كاينش شي حد اللي يحد من هذه الفوضى؟ فينا هما البوليس كتقولوا؟ فينا هي الجهات المختصه؟ فينا هي المراقبه؟ كاين البعض منكم اللي كيقول لك اودي هذه المفرقعات راه كتباع عند بعض المحلات ديال البقاله، فواش ما كاينش شي مراقبين اللي غيجيو لهاد المحلات وخير نماذج ويشدوا بعض الناس باش يعطيو بهم العبره؟ كاين البعض الاخر اللي كيقول لك وعلاش ما تجيش شي حمله ونقبطوا واحد ثلاثه ولا اربعه ديال الدراري نديوهم واخا قاصرين، ولكن غادي نجرجروا والديهم يجيو ويفهموا باللي راه ولادهم ما عندهمش الحق يبداو يفجروا هكذا ويزعجوا ناس اخرين ويعرضوا راسهم ويعرضوا اخرين للخطر، ونعطيو بهم القدوه لباقي الاباء والامهات. فكيف يعقل اننا حنا في المجتمع ديالنا ولينا كنسمحوا بكل هاد الصور ديال الفوضى؟ حتى أن الإنسان يكاد يقول لم يعد هناك أمن.
لم تعد هناك هيبة دولة. فأشنو واقع في المجتمع ديالنا؟ إلى مكالمة هاتفية أخرى. ألو، صباح النور. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا سيدي، الاسم الكريم لو سمحتي. معكم هشام من العيون الشرقية. تفضل سيدي هشام. مرحبا، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. بغيت نهضر على واحد الحالة في النصب، راه توقع هاد الايامات سميتو بالحبوب. اوكي، واحد البيكاب كتجي كدور على الدروبه هكا كتبيع لهم حبوب. كتبيع الزرع، القمح، الزرع، فرينه الزرع، المهم كتبيع. كتبيعو بواحد الثمن قل من السوق. يقول لك الشكاره راه الخنشه راه فيها 80 كيلو، كيبيعو المهم بحسب 250 درهم، وهي منين كتمشي تعبرها كتلقى فيها 50 كيلو. هي 30 كيلو كتمشي في البلاص. كاينين شي ناس ساقوا بهم هكا، مشي كيقول لهم مشي نوزنوا، مي كتقول لهم مشي نوزن وكيرجع الخنشه للبيكاب تاعو كيزيد ما غاديش نبيع. صايي واضح. واش كيبيعوا دقيق مطحون ولا كيبيعوا حبوب؟ حبوب 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 حبوب. وكيمشيو للاسواق، كيمشيو للاسواق عاوتاني كيديروا هاد نفس الضربه. هاد الايامات عندنا سوق الاسبوعي في نهار ثلاث. تجاو الناس كيقلبوا عليهم هنا في لي ستاسيون، انا حدا خدام حدا واحد ستاسيون، كيجيو كيقلبوا عليهم واش ما شفتوش واحد البيكاب واش كذا، راه كاين كيبيعوا الحبوب. المهم ها وقع بزاف في الجهه الشرقيه، ما عرفتش مين كيجيو هاد الناس. شكرا سيدي هشام اللي نبهتي الناس لهذا الموضوع. وانت كتذكر الحبوب تبادر لذهني وتذكرت واحد الموضوع مهم جدا، وخايف جوج الجمان نبه منه الناس. نتوما اللي كتشريو الخبز ديال الزنقه واللي كتقولوا غنمشيو للمخبازه، معروفه ما نشريوش اي الخبز من الحانوت، ما كنعرفوش المصدر ديالو. وهذه نفسها هاد القضيه خطيره، لانه الخبز اللي كيتباع في المحلات البقاله مجهول المصدر، اللي كيعرفوا منين يجي منين كيجي فقط هذاك مول الحانوت، ويمكن حتى هو ما كيعرفش لان كيوزعوا لي واحد مول الكروسه. اذا اللي كيعرف الدرب والحومه والبنيقه فين كاين هذيك المخبزه اللي كتصاوب داك الخبز هو هذاك مول الكروسه اللي كيجيب داك الخبز في واحد الظروف غير صحيه، وكيحطوا المول الحانوت في ظروف غير صحيه، وكتمشي انت كتشريه كتاكلو. فكاين البعض اللي كيقول لك انا لا نمشي للمخبزه بعدا معروفه ونقيه. الا مشيتوا للمخبزه وشريتوا الخبز ردوا بالكم، في بعض الاحيان غتشموا واحد الريحه بسيطه ديال الغموليه. للاسف كاين بعض المخبزات اللي كيخدموا بالدقيق منتهي الصلاحيه، اي حتى الدقيق راه عنده مده الصلاحيه، كاين دقيق بيريمي. المطاحن اللي كيبقى عندك عند هذاك الطحين وما كتبيعو شاي، كتدخل عليه بعض المخابز لاصحابها عدماء الضمير، وكيشريو واحد الطحين بيريمي وكيجيبوه الى عندهم شويه ديال الحياه في داك الضمير الميت اصلا، راه كيغربلوه وكيعجنوا لكم به. واللي ما عنده شاي كيعجن به هكذاك، وكيكون هذاك الطحين، وسمحوا لي على التعبير يمكن غادي يبورشكم شويه، كيكون هذاك الطحين مبخش ومدود، وكيتطحن هكذاك وكتاكلوه في الخبز اللي كتديوه. فإلا لاحظتوا اي نسمه ماشي هي هذيك في الخبز اللي كتشريو من المخبزه، ما غاديش نقول لكم فقط ما تاكلوش وما ترجعوش عند المخبزه مره اخرى، هذا هو المواطن السلبي. سيروا للمصالح المختصه في العماله اللي انتم تابعين ليها وعملوا شكايه في الموضوع، راه لا ما درتوش بحال هكذا ما عمر هذيك المخبزه غتحبس من هذاك الدقيق المنتهي الصلاحيه. حنا كمواطنين راه خصنا نحميو نفسنا، ما عرفتش علاش حنا دائما كنتسناو شي حد يحمينا، كنقولوا الدوله ما دايرهاش خدمتها، البوليس ما دايرش خدمته، الجندارم ما دايرش خدمته، وانت داير خدمتك كمواطن باش غتعرف هاد الجهه انه راه كاين شي واحد كيخرق القانون، راه كيخصك تمشي تشكي. الا شكيتي انت والاخر والاخر الاخر غنصدعوا الراس لهذيك المصالح اللي كنخلصوها من ضرائبنا باش دير خدمتها، وغتنوض دير خدمتها. الا كانت مستمعي الكرام بعض الدول المتقدمه كدير في اطار الاجتهاد والمحافظه على البيئه والمحافظه على السلامه ونشر التوعيه، كدير مثلا يوم بدون سياره، كنقولوا اسيدي هاد النهار حنا ما نخدموا السيارات، نخدموا غير وسائل النقل العموميه باش نحافظوا على البيئه. والبعض الاخر كيقول لك يوم بدون كهرباء، اليوم اسيدي انا ما غنشعلش الضو، يلا رجع شويه ديال الرومانسيه وندير الشمع باش نساهم في انني نحمي البيئه. حنا واقيلا في المغرب يلا خصنا نديروا شي يوم بدون مفرقعات، ولا شي يوم بدون غريساج، ولا شي يوم بدون نصب واحتيال. فالى اين نسير؟ والبرنامج اليوم اللي انطلق هو كيطرح هذه الاسئله المرتبطة بموضوعنا الرابط اللي هو حضي راسك من الفوضى والنموذج، ما يقع هاد الأيام مع هاد المفرقعات، مع هاد المين اللي بحال قالنا واحد من المستمعين الكرام الثمن ديالو كيبدأ من درهم حتى 40 درهم. انت ملي كتعطي لولدك الفلوس كيجي عندك كيقول لك بابا ولا ماما عطيني بغيت نشري شي حاجة، إلا ما كنتيش منظمو دير ليه نقود الجيب، كتعطيه في كل سيمانة واحد المبلغ صغير باش تعلمو
التدبير للفلوس، تعلموا يجاري الفلوس في المستقبل. الا كان وقت ما جا طلب منك شي حاجه كتعطيه، واش كتتابع هذوك الفلوس فين كيمشيو؟ اشنو كيشري بهم؟ واش عارف واش غادي يمشي يشري بها كارو، غيشري بها معجون، غيشري بها شي حلوه ديال الهلواسه؟ للاسف هادشي كله ولا منتشر عندنا في المدارس. واش عارف شنو غادي يشري؟ ولا فقط كتعطيه الفلوس كتهنى منه ما فيك ما يصدع لك راسك وصافي وكترجع للخلف. فاحنا كأسر يمكن لينا نلعبوا دور كبير، نقدروا نحدوا من هذه الفوضى بواحد النسبه مئويه عاليه جدا، فقط الى راقبنا اطفالنا، فقط لما بقينا شيء كنمارسوا سياسة ولد وعطي للزنقة ربي. في الأحياء للأسف ألا الأم ويا سيدي الأب، ولدك من اللي تعطيه الفلوس تابعوا شنو غيشري بهذوك الفلوس، وإلا ما صرفهم شيء في الاتجاه الصحيح نبهوا، وإلا كان غيمشي يلعب بالمين منعوا، لأنه كاين حالات كبيرة من المستعجلات اللي وصلت اللي فيها اللي مشات له عينه، فيها اللي مشى له وجهه، فيها اللي تقصح في يده، فيها ناس اللي للأسف تعرضوا لمخاطر جسمانية وجسدية بمناسبة هذه المفرقعات اللي أصبحت بالخطورة أنها يمكن لها تقتل. اللي كنقولوا مينا بأربعين درهم، كمية المفرقع المادة المشتعلة المنفجرة المتفجرة القابلة للتفجير كتكون عالية. هذا الشيء على مستوى دول أخرى كيخافوا منه، حتى أنه يستغل في جميع قنابل يدوية تستعمل في عمليات إرهابية. فما الذي يقع في بلدنا حتى نتسامح أو نعطي الانطباع أننا نتسامح مع مثل هذه الأشياء؟ الأمر خطير وخطير جدا. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بسيدي، أهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، شرفني بالاسم سيدي. معك مرزوق من زيان مكناس. تفضل سيدي مرزوق. بارك الله فيك استاذ كنشكرك بزاف على البرامج اللي عطيتك الصحه. الله يطول عمرك اسيدي. تفضل اسيدي مرزوق. هذا اسميتو هذا الازعاج وهذا الشيء اللي لولا في هذا الوقت هذا كل عاشوره، راه حنا اللي كنديروا الوالدين ديالنا حنا اللي كنديروا لاولادنا. عرفتي علاش؟ دابا كتقرب العاشوره كنقول غادي نفرحوا ولادنا. سمعتيني يا استاذ؟ تفضل. كنقولوا غادي نفرحوا ولادنا. اشنو هو هذه الفرحه باش غيفرحوا ولادك؟ كيفرحوا ولادهم كيعطيهم فلوس، كيعطيهم فلوس ما كيراقبوش ما كيعرفوش هذيك فين كيمشيو، كيعطيهم فلوس كيمشيو هذيك المفقعات وداك الشيء باش يعوروا بعضهم بعض ولا يجرحوا بعضهم بعض ولا يخلعوا عباد واحد المريض واحد هذاك الشيء تما، هذاك المفقعات والعوافي والتمارغ وجيت على بنادم بغا ينعس بغا يدير سميتو. وكاين قضيه اخرى عاود ديال الطبيب، هو الانسان مثلا بحال الاماراتي ما عرفش ديال السكان، وواحد كل واحد شحال عنده ديال الاولاد، وهذوك الاولاد كل واحد يشاري له الطريجه القزيره اسميتو، واحد المريض ما يقدر ينعس ما يقدر ياكل، زعزع 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 زع 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 في نص النهار بغى يتكى شويه يجمع الزيح، في الليل بغى ينعس يجمع الزيح، ما كان غير الزيح، اذا قلت شي حاجه يقول لك اولادي ما عندي فين غادي يلعبوا، انت تطبق سيدي ابو الشخير برد مريض يشد صرار يشد مصداع والو كيقلب له مخه اللي يربي ولادو ما كاينش، حنا الوالدين اللي كنديروا الغلط، كاين شي نعطيو فلوس ولادنا كاين شي هذوك مفقعات وداك الشيء كيخرجوا على راسهم يخرجوا على عباد الله، وكاين شي هذوك مفقعات وكاين شي هذوك الفرادات ديال الماء، هذاك الماء باش كيرشوا كيكونوا موسخين، واحد غادي للجامع الصغير يبقى راسو يرشوا، واش هذاك الماء دايز واش حلال ولا محال كيرشوا، كنزير بنادم كيرشوا بنادم كبير مرا كبيره ولاد كيرشوا بعضهم بعض كيرشوهم بهذاك الشيء هذوك مفقعات وهذاك الصداد ديال بنادم الطاجي الاستاذ ديالنا. وشكرا لك. واضح سيدي مرزوق، شكرا. بين قلبك عامر ماشي غير انت، عدد كبير من المواطنات والمواطنين قلبهم عامر بخصوص هذا الموضوع. تكلمتي على قضيه انه كنبغيو نفرحوا ولادنا في هذا عاشورة، وحنا ما بغيناش ندخلوا في السياق ديال شنو هي هذا عاشورة ومنين جات هذا عاشورة وشكون اللي دخل لنا في مجتمعنا هذا المفهوم هذا عاشورة وما الى ذلك، ما ندخلوش في هذا النقاش. ولكن اجي نشوفوا هذه القضيه ديال حنا اللي خص نشريو اللعاب لاولادنا ويلعبوا ولادنا من العام للعام، اش هذا الموروث؟ واش ماشي الحماق هذا؟ راه مفروض الا كنربي ولادنا وعندنا واحد الخطه لتربيه ولادنا، وليداتنا راه ما خصهمش يفرحوا مره في العام ويفجروا داك الشيء كلهم الكبت كامل ديال العام في دابا. حيت الا درسنا نفسيه الطفل الان وشفنا علاش كيدير هاد التصرفات، علاش كينفجر مع المتفجرات بين قوسين، لانه بالفعل مكبوح مفراني مفرمل العام كله،
حتى كيجي هذا الوقت عاد كيحسوا والديه باللي راه فرحانين به وغيشريوا ليه لعبه. في الوقت اللي مفروض انه هذه الثقافه شراء اللعب خصها تكون على طول العام، خصها تكون وسيلتنا في التربيه ديال اولادنا، خصها تكون وسيلتنا في تقديم الجزاء لاولادنا نتاج ما يقومون به من مجهود، مثلا في الدراسه ولا في التربيه ولا في الالتزام داخل البيت واشياء كثيره لها علاقه بالتربيه وبالاخلاق. فراحنا كاباء نرتكب ايضا هذا الخطا. تحية لك سي عبد الرحيم بشار، عبد الواحد افقير، رشيد ازبكاغ وغيركم الاخوات والاخوان المرتبطين على الفيس. كتقولوا انه للاسف ربما الوقت قد لا يكفينا لمناقشه كل الجوانب المرتبطه بهذا الموضوع الصحيح، ولكن كيهمنا كثير في هذا البرنامج اننا نوضعوا الاصبع ديالنا على الجرح، اننا نثير الانتباه الى ما يقع، اننا ننبهوا بعضياتنا كمواطنين ونحاولوا نمروا رساله للمواطنين اللي هما في المسؤوليه، لان هذا المسؤول هو ايضا مواطن سواء كان على شانو او هبط كيبقى مواطن. من اي مواطن عادي حتى الملك البلاد هو مواطن، فكلنا كمواطنين مفروض انه تكون عندنا الكبده والقلب على هذه البلاد. باش تكون عندنا الكبده والقلب كيخصنا نفهموا اشنو كيوقع، نحسوا باشنو كيوقع، ما نبقاوش في الابراج ديالنا العاجيه والمصيبه راه كتصاوب وحنا ما سيقينش ليها الخبر، ومظاهرها وتمظهوراتها قد تبدو بسيطه، ومن ضمنها ما يقع هذا العام في هذا الجانب ديال المفرقعات. لانه بالفعل هذا العام بخلاف السنوات اللي مضات واللي كانت هناك إرادة المحاربة الظاهرة، هاد العام زايدين فيه بزاف. هاد العام غريب، هاد المفرقعات كتباع وكتشرى قدام الناس كلها. أيه كاين حملات من هنا ومن هنا، مرة كنشدو هادي كنشدو هذا، ولكن 90% راها الأسواق مملوءة بهاد المفرقعات. إذا منين جا هاد الشيء؟ شكون اللي كيسمح بهاد الشيء؟ شكون مغمض عيني على هاد الشيء؟ كل الجهات كتسمع هادشي كيطرطق يوميا، كل الجهات كتعرف هادشي كيتباع. هادوك الناس ما كيجيبوش داكشي من الهوا ولا كيصنعوه، كيشريوه من عند من كيشريوه. كاين تجار الجمله ديال هادشي في مدن مختلفه، بحال قلت في البدايه كاين مصادره هاد البضائع على مستوى مدن الشرق، على مستوى المدن ديال الغرب، على مستوى المدن ديال الجنوب. في العيون بالامس في العيون الجنوب تمت مصادرة واحد الأعداد هائلة ديال المفرقعات أيضا. فهذه الأشياء يجب أن تتبادر، أو كيخصنا تكاتف المجهودات ديالنا كلنا، كل واحد في قطاعه، من أجل محاربة هذه الظواهر الفوضى اللي كاينة في المجتمع ديالنا. نمشيو لمكالمة هاتفية أخرى قد تكون هي الأخيرة بعد إذنكم. ألو صباح النور. ألو صباح النور أستاذ عمورة. مرحبا بسيدي، شرفني بالاسم. معك معسل حسين من ألنيف ضواحي تينغير. تفضل سيدي الحسين، مرحبا بك. شكرا استاذ الحسين. يمكن لي نقول لك باللي انت راك كتضحي بهذا البرنامج ديالك وكتحاول تبلغ واحد الرساله اللي هي اسمى، وهي وانت كتنير لنا الطريق. كذلك الشكر موصول لاخت المستقبلات المكالمات او استاذ عموره، كنشكرها بزاف، وكنشكر كل عمال الاذاعه. وبغيت نضيف واحد الاضافه، لانك استاذ عموره قلتي واحد الكلمه في الصميم. الانسان اللي هو دون دار قصير هو هذاك اللي كيسحب له، واش معصوم من هذا المرض اللي هو شاري في عظام الشعب المغربي؟ راه الا ما وصلت اليوم المرض غدا غادي يوصلك، ولا ما ربيتيش ولاد ولا ما ربيتيش الاخر. كنخطب انا المسؤولين وكنخطب الاباء ككل، كل واحد عنده مسؤوليه. راه اللي فرض في التربيه سواء هذاك المسؤول ولا هذاك الاب، راه ما يقولش اللي فرض مسؤوليته، ما يقولش انا معصوم ما يوصلنيش هذا الخطا. وكنقول باللي هذا الشيء اللي وصل ليه الشعب المغربي نتيجه لذاك الشيء اللي غرسنا فولادنا وتغرس فينا، غرسنا احنا. ما غاديش نقول المسؤولين وما غاديش ننفي اني مسؤول، حتى انا ما بغيتش نرمي ديما المسؤوليه للغير كما كيعملوا كاع اغلب الناس واغلب الشعب المغربي. دائما كيقول لك هذاك اللي دار لنا، ومن طبيعه الحال مسؤوليه المسؤول اكبر واعظم. حينما كتلقى المسؤول فاسد كيتفسد معه الامه كامله، وكيتفسد معه واحد اغلبيه الشعب. ولهذا كنصح وكنقول ان
كل واحد كيعصم راسه وكيقول انا هذا المرض ما وصلنيش، راه في واحد الوقت الا كتهدم ديور عباد الله راه دارك هي اللي كتهدم الاولى وغادي تهدم. صحيح يا سيدي الفاضل، الله يبارك فيك، شكرا جزيلا على التدخل ديالك، بارك الله فيك، لانه وقت الحلقه انتهى. تحيه لكم مستمعي الكرام، بحال كنقول دائما لنا الداعي اننا قد لمسنا كل الجوانب المرتبطه بالموضوع، ولكن كيهمنا اننا نثير انتباه ونخليكم تناقشوا ونخليكم تزيدوا تبحروا اكثر في الموضوع المطروح.